ألفا روميو عموما توجههم من بداية نشأة ألفا روميو كان عبارة عن الموتور سبورت والريسينج والفورمولا 1 وكسروا طحن روس صح. من 1911 هم بس يكسروا الروس في العالم. فلما حبوا يرجعون مرة ثانية للسوق قالوا احنا لازم نرجع بقوة. ألفا روميو واحدة من السيارات اللي كونت الكواتروفوليو أو الفئة الرياضية العالية الأعلى وبعدين نزلت منها أشياء عشان الناس تشتري للفئات الأقل. فالتركيز الأساسي كله كان يتمحور على الكواتروفوليو على الأداء العالي. نعرف أن سيارات السيدان عبد العزيز ما تجي خفيفة، فكيف تعاملت ألفا روميو هنا مع الموضوع؟ ألفا روميو ذكية، حبت أنها تلعب بالوزن وتلعب في القوة علشان توصل للسويت سبوت بين الاثنين. فخففت وزن الجوليا الكوادروفوليو إلى بحر 1500 كيلو وحطتها في سيدان. أنه ألفا روميو تستثمر مبالغ زي كذا، أنا ما أتوقع أنها عندها الإمكانية المادية إلا إذا كانت هي مدعومة مثلاً من شركة أكبر منها أو شركة أم. هل نقول أنه هذا الشيء يرجع لفيات؟ تحالف فيات وكرايزلر من 2011 ساعدك. أحد مصممين أو يمكن كبير المصممين والمهندسين المشرفين على مشروع ألفا روميو الجوليا كواتروفوليو جاي من فراري، فهو جايب كل النوليدج واختصر عليهم اللي أنت قاعد تقول هذا كله. في النهاية التعاون هذا أثمر لأنه أعطانا شيء جبار جدا. تخيل مكينة 6 سلندر صحيح في 2 تونات بس 510 حصان من 2.9 لتر. هذا أنا أعتقد إنجينيرينج وشغل جبار. عبد العزيز، أنا عندي شيء أذكره، ما أدري هو سلبي أو إيجابي، لكن واجهة السيارة، ليش واجهات الألفا روميو من يوم ما عرفناها لليوم هي نفس الشكل؟ عبد الله، أنت لازم يكون عندك أول شيء عودة للتاريخ، لازم تتشرب من تاريخك، وألفا روميو غنية غنية جدا بتاريخها. صح. فكل تصاميم سياراتها القديمة تعبر عن الجمال، فهم فخورين أساسا بتصاميمهم، وهذا يجيبنا هنا للمستقبل بشكل الألفا روميو المميز. أنا أعتقد في كثير سيارات صارت تشبه بعض من بعيد. صح. في الشارع مستحيل تلخبط بين ألفا روميو وأي سيارة ثانية بسبب الديزاين والتصميم الكلاسيكي. عندنا مثلا اللي هو السبلتر اللي تحت هذا. بالضبط. أنا أعرف أنه بومبو السبلتر ثابت. بالضبط. صح؟ بالضبط. يعني فعل صدق الكلام. فعلا صدق، في 2 أكشويتر والسيارة هذه فيها كمبيوتر بحيث أنه لو وصلت إلى سرعة معينة تبدأ يفتح اللب علشان يسحب داون فورس لتحت السيارة ويحافظ على ثباتها في السرعات العالية. يبدأ تقريبا من 120-125 ويظل فاتح معاك لين 240 وحوله. واو، كاربون فايبر؟ كاربون فايبر. نتكلم عن الوزن، نتكلم عن الكاربون فايبر. مصمم الجوليا أصر إنه يحط كاربون فايبر وين ما يقدر، فحط الكبوت أو البونت، الروف اللي هو السقف، عشان كذا أي جوليا تشوف فيها فتحة أعرف إنها ما هي كوادروفوليو. والله. تتوقع قديش فرق كيلو ما بين الفلوش والكوادروفوليو؟ أنت تتكلم لو بس تبي تقيسها بالبونت هذه 15 إلى 20 كيلو تخيل. أوف. وبعدين لا تنسى لما تحط سقف في فتحة القزاز ثقيل، الفصالات حقته والميكانيزم حقة الفتحة أصلاً هذه كلها تعتبر وزن زايد. مقارنة السعر بالأداء، أنا أشوف ألفا روميو فجأة صارت تتنافس. منافسها مين؟ الألفا روميو السيدان لما نزلت كانوا حاطين قدامهم هدفين، المرسيدس C63 الـS والبي ام دبليو الام 3 الام كومبيتيشن. داخلين ضربوا مع بصراحه، مع داخلين مع وحوش والله العظيم، مع سيارتين لها ثقل كبير جدا واستمراريه قويه. خلينا نشوف ألفا روميو جوليا. لا تنسى تحط على الريس. احنا نقول في عندنا الدي ان اي وفي كمان اللي هو الريس. تعلق على شيفت نوب. اوه، تغير صوت السياره. وحش. تفاجأت؟ لا لسه. لسه. داخل منعطف. واه عبد العزيز،
روح روح كمان. فرامل الله يسر. صرت احس ان كاننا نسوق سياره سيدان داخل الشارع. لا 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 تعطل 500 توب سبيد. واو أوه. 190 200 220 200 لا انا مضطر اهدي صراحه. فرامل 220 الى 40 في وبكل سهولة 200 متر اقل من 200 متر. التست هذا الان راح اسويه وسبق اختبرنا هوركان ايفو واختبرنا ايضا كمان البنتلي الجي تي الكونتيننتال. البنتلي كنت جابت 220 هوركان ايفو 245. نشوف الجوليا وين توصل. مش كنترول ليتس جو. واو اوكي وصل مسافه وصلنا 200 220 واو واو باقي كان ممكن نمشي 10 او 20 متر قدام كمان ونوصل لرقم خرافي. يا سلام يا سلام على المتعة. الحين أنا عرفت ليش الألفا جوليا تتربع أو تربعت كذا فجأة على قمة السيارات السيدان السوبر رياضية. موجودين عبد العزيز تبي شيء؟ لا يا ابن الحلال. السلام عليكم. السيارة خلاص ما تفاجأت. ها؟ أنا أقول لك بس أنت تبغى حاجة لأنه أنا قالوا لي عندي مشوار.